أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل التداول في البنوك بطريقة الأسهم بيعاً وشراءً يعتبر ذلك من القمار لارتفاع الأسهم ونزولها بدون سلعة معروفة؟ ونرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر، لأن الأمر قد عمت به البلوى في هذه الأيام. نعم، الناس يعني الآن أطبقوا على البيع والشراء بالأسهم، وأنا متوقف فيها لما فيها من الجهالة والغرر وعدم القبض والاستلام، كله كلام كلام. يدخل ويجلس ويبيع ويشري، إما ربح ولا خسر، وهو ما قبض شيء ولا استلم شيء، إنما هو كلام فقط ولا رأى شيء، ما فيه سلع ولا فيه أي، جهالة وغرر، ولا يبعد أنه من القمار، لا يبعد هذا. نعم، القمار هو كل غرر وكل مخاطرة شديدة، هذا من القمار. نعم، كل بيع مجهول من القمار. نعم.